هلا والله وحياكم الله، معكم لي أنا أو عبد الله. صلوا على الحبيب ولا تنسوا ذكر الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبدأ الحلقة بسم الله. اليوم بنتكلم عن المودز، وهي باختصار إضافات لتحسين اللعبة أو لتسهيل اللعبة أو لقتل متعة اللعبة على حسب المود اللي حتستخدم. صراحة أنا ما أنصحك تلعب في أي مود، ولو لعبت حاول إنك ما تكتر العدد وما تضيف المودات اللي تخرب عليك تحدي اللعبة. وأنا شخصيا أحترم اللي ما يلعب مودات أبدا. اسمح لي أرفع لك القبعة. لكن بعض الأحيان تكون اللعبة صعبة وأنت تبي تروق وتريح نفسك وتستخدم إضافات تسهل عليك. فكيف تحمل مودز؟ أول شيء تخش على مودز من هنا، بعدين راح تحصل عندك كلاينت مود وسيرفر مود. الفرق بينهم إن كلاينت مود يكون شخصي، يعني أي مود تحطه في الليستة هنا وتحط عليه صح راح تستخدمه أنت في أي سيرفر تدخله، لكن أصحابك الثاني ما يستعملوه أو ما يستفيدوا منه إلا إذا كان عندهم نفس المود في الكلاينت مود. بعكس السيرفر مود اللي لازم يكون الهوست اللي مدخله عنده في السيرفر وكلكم تقدروا تستخدموه. طيب عشان ما أشتتكم أنا راح أمسح كل المودات، وللأسف بعد ما حذفتها طلعت نفس الشيء، يعني تحملت مرة ثانية. وهذا ليش؟ لأني مسوي سبسكرايب، فعشان أحذفها لازم أخش على كل مود وأسوي سبسكرايب. عشان تحذف المودات بأسرع طريقة اضغط شيفت مع تاب وخش على يور فايلز، بعدين سبسكرايب ايتمز، بعدين تقدر تشيلها كلها من هنا. طيب انا حذفت كل المودات عشان اكون معاكم في الصورة، ونبدأ واحدة واحدة من البداية. عشان تحمل المود تخش على جيت مودز، بعدين مور مودز، وتأكد انك في الوركشوب تبع دونت ستارت تقدر. خش على اي مود عشوائي عندك زي هذا مثلا، راح تحصل فوق عندك رابط للمود، وعندك فيه كود مخصص لكل مود راح نشرحه او نتكلم عنه. كل اللي عليك انك اذا حبيت مود شرحته تاخذ الاسم او تشوف الاسم والكود حقه ايش هو وتغير الكود بس. يعني مثلا اذا اخذنا الكود هذا ونسخناه ورجعنا على الوركشوب، دخلنا على اي مود عشوائي، اذا حبينا نرجع للمود هذاك بس للكود حقه تضغط انتر راح يرجعك عليه. كل سهولة تقدر تسوي له سبسكرايب، تضغط شيفت مع تاب وترجع لورا، المفروض انك راح تحصله عندك حسب نوعه. هنا يقول لك نوعه all clients يعني سيرفر client، ترجع لورا وتخش مرة ثانية راح تحصله عندك موجود. بالنسبة للكلاينت مود عشان تستخدمه خلينا نخش على اي مود عشوائي. لاحظوا انه هذا client only مود، تخش على سبسكرايب ترجع راح تحصله عندك هنا. عشان تستخدمه كل اللي عليك انك بس تضغط صح هنا وتضغط apply، وراح تقدر تستخدمه في اي سيرفر. اما بالنسبة للسيرفر مود كيف تشغله، تروح على الهوست جيم، تخش على اي سيرفر لك وتخش هنا من القائمة فوق راح تحصل مودز. اي مود تبى تستخدمه تضغط عليه صح وراح تقدر تستخدمه. جمعت لكم اكثر من 20 مود من اكثر المودات اللي اللاعبين يستخدموها بكثرة، راح نشرحهم بالترتيب، لكن قبل لا نشرحهم احتاج احملهم وارجع لكم. الاكشن كيو كنت اقول عليه اول اكشن كويوي بانجليزي دي يا مرسي. وهذا المود جدا مفيد ويسهل عليك اشياء ممكن تحسها مملة بالنسبة لك. على سبيل المثال لو في ارانب حولك وما تبي تشيل اللحم تضغط شيفت وكليك يسار مرتين وراح تشيل كل الاشياء اللي على الارض من نفس النوع. ولو تبي تطبخ الاكل اضغط شيفت واسحب وراح يطبخ لك تلقائيا. نفس الشيء لو تبي تولع النار. تعبت من الزراعة أو تبي تزرع بشكل مرتب برضو اضغط شيفت وكليك يمين وراح يزرع لك بالملي. والسماد بدل ما تحط واحدة واحدة شيفت واسحب وراح تخلص. ولو تبي تصنع شيء متكرر اصنعه مرة واحدة واضغط شيفت زائد سي وراح يتصنع بشكل مستمر.
أو تضغط على الشيء اللي تبي تصنعه ضغطتين مع Shift وراح يصنع لك تلقائي، وأشياء كثيرة خليك تكتشفها بنفسك. شفت الحياة كيف سهلة مع المودات؟ Combined Status، وهذا المود صراحة أعتبره من أساسيات اللعبة. بدل ما تروح تأشر كل شوية على دمك، كم دمي وكم ذكائي وكم جوعي، خلاص الأرقام راح توضح لك كل شيء، وبين لك درجة الحرارة ونسبة التبلل، ويبين لك متى حيكون القمر مكتمل، ويقول لك كم يوم باقي على الفصل اللي بعده عشان تستعد. الميني ماب، وهذه خريطة صغيرة تكون فوق على اليمين، تقدر تتحرك فيها يمين يسار، تسوي زوم إن زوم أوت، بدل ما تضغط حرف M كل شوية عشان تعرف مكانك فين، تشوفها فوق على اليمين وانت تتحرك. مثلا وحوش وراك ما تبي تفتح M، خلاص تقدر تشوف الخريطة وين رايح وين جاي. كاميرا تويكس، وهذه باختصار زوم أوت، تقدر تشوف العالم وكل شيء من بعيد، وزوم إن تقدر تتأمل في ويندي الجميلة. استحت. Status Announcement، وهذا المود يساعدك إذا كنت تلعب مع أصحابك. مثلا واحد يبي منك توكس وتقول له أنا عندي 40+90، بدل ما تكتب I have 40 مدري زائد توكس، لا خلاص تضغط Alt مع Shift وراح يقول لك أنت كم توكس عندك. نفس الشيء عندك لو مثلا لحمة بتخرب، تقول لهم ترى عندي لحمتين راح تخرب. عندك شيء في الصناديق، تقول لهم ترى في 11 حبة من هذا الشيء في الصندوق. تبي تصنع شيء مثلا وما عندك الأغراض اللي موجودة، تقدر تكون مثلا أحتاج خشبتين عشان أصنع الكامب فاير أو الفاير بيت. أوتو أنكويب عند 1%، وهذا باختصار إذا الآيتم حقك راح يخلص أو نسبة وصلت 1% عشان ما تخسره راح يخلعه تلقائيا، لكن لو لبسته مرة ثانية راح يختفي عليك. Geometric Placement، وهذا يساعدك في البناء لو تبي تبني على مسافات متساوية، أو تبي تعرف فين حتقدر تبني وفين ما حتقدر. تبي مثلا تسوي قدور على مسافات متساوية من الثلاجة عشان تقدر تفتح الثلاجة وتطبخ أي قدر تبي، أو تبي تبني على خط واحد متساوي، يفيدك في البناء بشكل عام. ولو تبي تبني في فصل الشتاء برضو هذا المود يفيدك، إنه يشيل الثلج من على الأرضية وتقدر تشوف كل شيء وتبني براحتك. Gesture Wheel، وهذا مود للإيموتات اللي عندك، تقدر تستخدم تضغط حرف الجي وتختار أي إيموت بدل ما تكتب في الشات مثلا دانس أو ويف، تقدر تضغط حرف الجي وتختار الإيموت اللي تبيه. وهذه كانت المودات اللي أستخدمها بشكل شخصي. أما السيرفر مود ما أستخدمها، لكن بضيفها كلها في سيرفر وأشرحهم على السريع. كامب فاير سبون، وهذا إذا ما تروح عند الكامب فاير وصحي نفسك، مود للمنوب. مود الشنطة، وفي تقدر تلبس درع وشنطة بنفس الوقت، برضو اعتبره غش. مود الثيرمال اللي ما يخلص يستمر معاك للأبد. كويك بيك، وهذا يختصر الوقت، تقدر تشيل الأشياء بسرعة. جلوبال بوزيشن، يعرفك مكان أصحابك إذا لعبتوا مع بعض. مود يزود الستاكات، تقدر تشيل إلى 99 في الستاك الواحد. مود الفرن السحري، مود الصناديق يعرفك وين أماكن الأغراض بمجرد ما تمسكها، بدل ما تدور 10 ساعات وين الغرض هذا إذا كان عندكم صناديق كثيرة. أو لو حاب ركب مود الصندوق الكبير وريح نفسك. مود يعرف كم هيلثك ودم الوحوش وكم تدمج. شو مي، يعطيك معلومات زيادة عن الأشياء. وأخيرا اللي يبين لك ألوان أماكن الانتقال لو تنسى بسرعة. المودات من هذا النوع كثيرة وما تخلص. في واحد دخل السيرفر وأنا قاعد أصور، تعال الله يحييك الله جابك، بشرح عليك ذا المود. إذا كنت آدمن أقدر أعطيك أو بان أو أروح عنده أو أنزل أغراضه أو أقتله، أو إذا حرك شيء أطفيه، أعطيه قد مود، أو خليه يقدر يصنع أي شيء، أو خليه يقدر يغير شخصيته. داخل متحمس يذبح البيكوين وهو ما جاب حتى شراب يلبسه. خليني بختفي وبروح عنده.
هو الآن ما يشوفني، بنزل الأغراض وأشوف ردة فعله. بالله هذا من جد ولا يستهبل؟ يبي يذبح ملكة النحل ب10 سلك. الظاهر انك ما فهمت. بولع تورش واختفي واروح عنده. اوكي انفضحنا. بالله باقي تدور سلك؟ بحرق الصندوق اشوف ايش يسوي. طفي الحريقة بسرعة. والله طلع كيوت، راح يشغل الطفاية. ضميري يأنبني لكن مضطر، عندي شرح. اقتله، اطرده. يلا نشوفك على خير. إلى هنا نكون خلصنا شرح. لو تبون جزء ثاني حط لايك، ولا تنسى تشترك، واكتب في التعليقات لو تبون أنزل عن مود جورج أو فورج. أشوفكم على خير، في أمان الله.